تأخرت عليك؟ لا ما في مشكلة، بس لازم نلحق نورس بمي. يلا هذا مركز الاستلام. ننزل؟ تفضل. مرحبا. اهلا وسهلا. ميت مرحبا. كيفك؟ سلمى. بحب اعرفك دكتورة امل، مشرفة على مركز الادمان. اهلا. صديقي نورس. اهلا وسهلا، تفضلوا. شو الاخبار؟ الحمد لله. شحنة المواد الطبية موجودة عنا ورتبنا كل اجراءات التسليم. تمام. انا رح ابعتها المخابر تبعنا، بس تطلع النتيجة ببعث لك كتاب بهالشيء. رح ننطر لتطلع النتيجة؟ لا دكتورة، لو بدنا نمشي على الروتين كنتوا رح تنطروا وقت طويل، بس العقيد كمال رح يتابع الموضوع باليد، نحن اتفقنا على هالشيء. آسفة بس أنا هذا الشيء اللي فهمته من كمال، مشان هيك خبرت العمال بالمخبر يجوا يستلموا المواد اليوم. ما في أي مشكلة. شكرا كثير لك. أنا طلبت منك هذا الشيء مشان نكون أول ناس مشجعين لهيك مركز، ومثل ما بتعرف ما في منه بكل البلد. بس في بعض الإجراءات لازم نعملها حتى نقدر نخرج المواد. وهي وراء تسليم المواد من إدارة الجمارك لإدارة المكافحة. طيب بخصوص التحليل؟ أنتوا رح تستلموا ولما بتطلع النتائج تبعتوا لي هون وأنا بتصرف. تمام. شكراً كثير، عم نعزمك معنا. ولو واجبنا. يلا بالإذن. يا أهلين وسهلين، شرفتوا. سلام. مع السلامة. شكراً. مع السلامة. اقتنع بخطة سومر؟ لما قررت أرجع أشتغل معه قررت لأني مقتنعة فيه وباللي بفكر فيه، وأي شيء بخطط له الحمد لله بينجح. بس هاي المرة الوضع رح يكون مختلف. لأنه هيك الخطة اللي حطها سومر أهم من أي شيء ممكن نحن نتصرفه. ممكن. عن جد شكراً كتير. هلأ هي؟ توقعت تعزميني على العشاء بهالمناسبة؟ هلأ بكرة رح كون مشغولة كتير، بس المساء منتعشى سوا ومنحتفل بمناسبة افتتاح المركز. وافق. تصبح على خير. وانت منال. ما كان شي بيمنع انكم تتزوجوا، وفعلاً هذا الشي حصل وعشتوا أيام كتير حلوة، وهي عوضت لك عن أشياء كتير كانت ناقصتك. مهمتها الحقيقية إنها تقتلك، يعني تحط لك الحب كل يوم على مدة طويلة، وهيك بتبين موتك طبيعية بدون أي شبهات. وكونها هي الوريثة لأعمالك اللي عم يديرها فيليب، فمعناتها الدائرة اكتملت ووصلوا لأهدافهم.